السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كداري لاباس عليكم؟ نتمنى الكل يكون على أحسن ما يرام. اليوم إن شاء الله بديتكم معايا كنمشي نقلبوا على أتاي الشاي الأخضر، أتاي المغربي. ضربنا عليه واحد المسافة، يعني خدينا واحد الطوبيس تقريبا واحد الساعة ونص حتى ساعتين لارو، منطقة الفاتح. كلشي كيعرف هاد البلاصة هادي. دخلنا عليها نعتو لنا واحد السوري لأنه يعني كيبيعو الشاي الأخضر. المهم جينا هنا شفنا هاد البلايص، صراحة فيهم ما يتشاف، زوينين. كاين أغلبيهم السوريين كيبيعو هادوك جميع أنواع المواد اللي كتستهلك، والمواد ديالهم هما ديال الشام، الفواكه الجافة. كاين شي حوايج أنا ما عرفتش سمياتهم، بحال هاد الشخص اللي واقفين عندو، راه عندو أي حاجة كطيح لك في بالك عندو. هو اللي خدينا عندو نيس أتاي، لقيناه شوية قاصح، غالي شوية في الثمن، 120 ليرة الكيلو، يعني تقريبا واحد 3600 الكيلو، ولكن زوين. واحد لقينا عنده شويه ناقص، هذا لقينا عنده كاليتي زوينه، خدينا عنده واحد الكميه لان ملي تقاد علينا اتاي اضطرينا نقلبوا عليه. بقاو معنا شوف معنا هاد البيس هادو. انا صراحه عمري ما جيت هاد البيس هادو، فيهم ما يتشاف، يعني اللور ديال مسجد الفاتح. كنا دخلنا حنا غير من هاد القوس، شفنا غير هاد الشارع، ما شفناش الدخلات ديالو. كانت واحد الحرارة سبحان الله العظيم، حرارة خطيرة. جينا عاد نمول العصير باش نتبردو شوية. خدينا عندو عصير توت البري، منتشر عندهم هنا ورخيص، يعني واحد العصير طبيعي كيعصرو قدامك. خدينا واحد شوية تبردنا بعد عاد كملنا الطريق. كاين محلات ديال السناكات ديال الاكل، اغلبيه دايرينها السوريين، هما اللي دايرين محلات كبار ديال الاكل. هذا تا هو سوري كيبيع العسل، انواع ديال العسل، واخا ماشي بحال ديال المغرب، ولكن هما كيقولوا عسل لونه ماشي غامق، لون دائما كتلقى العسل عندهم اصفر. هاد المحل كيبيع اي حاجه بيو، زبده، العسل، ها هو الشد ديال العسل، دايرينو في واحد الصندوقات غزالين. يعني عسل طبيعي 100%. كنحاول ندير غير لقطات لان مكنبغيش نصور الناس. وهاد البلاصه راه كتكون عامره بزاف الايام العاديه، نظرا لهذا الوباء الله يعافينا. كيبان لكم الدنيا خاويه. هنا جينا تغدينا، لقيت الربعة غير الحاجه عند السوريين، لان الازراق عندهم الشاورما ديالهم بوحدها صراحه ما كتعجبنيش، مفيهاش توابل زوينين. السوريين كيديروا لها توابل زوينه بنينه. هذا راه داك الروز اللي ندي تا هو غزال، واحد الروز عنده واحد الطياب ديالو بوحدو. دابا ندير لكم ان شاء الله فيديو كيجي غزال وكيحط فوق من الدجاج. هذا الكلاسيك صافي. من بعد ما تعدينا مشينا جلسنا فواحد الجريده حدا مسجد الفاتح، بقينا جالسين واحد شويه بما أذن العصر ودخلنا صلينا. اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد ان مسجد الفاتح العتيق معروف من بقي هو كيزو داري إصلاحات والتنميات كيرجع لحد الزمن القديم من بقي هو المعروف معروف من السيد سعيد العلوي مسجد الفاتح ومسجد السلطان الأحمد معروف بالمسجد الأزرق يعني هادو مساجد معروفة كل عام خرجوا في المسجد تشوفوا كي داير من الداخل والساحة ديالو كبيرة دخلنا هنا كما قلت لكم صلينا صلاة العصر كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى الله أكبر.